كان مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء، وبالضبط من مسرح جريمة قتل الطفل محمد اللي كان تعرض للطعن بالأمس. جرى واحد جريمة نكراء بعد ما حاول أحد الأشخاص سرقة هاتفه النقال، إلا أن المقاومة الباسلة ديال الضحية ديال المرحوم تطورت الأمور إلى جريمة قتل بشعة. وفي بلاغ توصلت قناة شوف تي في بنسخة منه صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء زوال اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري من ضبط المشتبه فيه المتورط في ارتكاب محاولة السرقة المقرونة بالقتل العمد بواسطة السلاح الأبيض، والتي كان ضحيتها تلميذ قاصر يبلغ من العمر 16 سنة. وكانت مصالح الأمن الوطني بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء قد باشرت زوال أمس الاثنين إجراءات معاينة جثة الهالك الذي تعرض لمحاولة السرقة المتبوعة باعتداء جسدي خطير كان سببا في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة مدعومة بالخبرات التقنية عن استجلاء حقيقة هذه القضية وتشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكابها. وقد مكنت عمليات البحث والتفتيش من حجز السكين المستخدم في ارتكاب هذه الجريمة، وحجز الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه بمسرح اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، والتي تمت إحالتها على مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إخداعها للخبرات الضرورية. وقد تم إيداع المشتبه فيه البالغ من العمر 20 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة والكشف عن دوافعها وخلفياتها الحقيقية. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر من مكان الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني أمس الاثنين، والذي كان ضحيتها قاصر يبلغ من العمر 16 سنة. شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.